عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكم جميعا في أولى فقراتنا الحوارية. تعالوا بقى حضرات في الفقرة دي نتكلم ونثبت بشكل عملي وبما لا يدع أي مجال للشك لكل الأهالي، لكل أب ولكل أم خايف من أن ولاده يعني ينغمسوا في ممارسة الرياضة وأن تفوقهم الرياضي يكون على حساب تفوقهم الدراسي أو الأكاديمي. أنا دخلوا عليا شاب وشابة في مرحلة الدراسة الجامعية حاجة كده تشرح القلب الحزين، وما دخلوش عليا وأيديهم فاضية، معاهم بتاعي 20 كيلو ميداليات بسم الله ما شاء الله، ذهب وبرونز وفضة في منافسات وبطولات محلية وإقليمية وحتى عالمية. منورني ثنائي من أبطال الجامعات في رياضات مختلفة. تعالوا نتعرف عليهم أكتر وعلى بطولاتهم اللي هم حققوها طول الفترة اللي فاتت. معانا فادية أحمد وهي حاصلة على ذهبية التايكوندو، وكمان فارس البغدادلي لاعب منتخب مصر للسلاح والحاصل على ذهبية بطولة إفريقيا. بسم الله ما شاء الله عليكم، سعيد جدا بوجودكم معايا، منورنا. أهلا بيك، أخباركم إيه؟ الحمد لله كله تمام. تعالى بعد اذنك بقى نبتدي مع فاديه. اكيد طبعا، مش بيقول لك ladies first اوف كورس ولا الناس تاكل وشنا ولا لا لا طبعا. طيب فاديه، اختيارك للرياضه دي مبدئيا جه بناء على ايه وعلى اساس ايه؟ والله هو انا جربت رياضات كتير فعلا قبلها، يعني انا بدات تايكوندو وانا عندي 9 سنين. هي عجبتني. يعني عندك 9 سنين. هي حضرت تمرين، كنت ساعتها محتاره ما بين بقى، يعني جربت باسكت وجمباز وحاجات كتير قوي كده. بعد كده حضرت مره تمرين عندنا في النادي، فحسيت ان الموضوع جديد، يعني انا عايزه اجرب، يعني ليه ما ابقاش ليه ما ابقاش شبههم. وكان بقى كان في بقى بنات كبار بقى بيلعبوا، وانا كنت الموضوع يعني انترستنج قوي. فبعد كده كلمنا الكابتن، كان ساعتها كابتن عبد القادر اللي ماسك الفريق عندنا، كلمته مش عارفه ايه وكده، فقال لي تعالي وجربي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي مش عارفه ايه. فبعد كده المهم رحت وبس، من ساعتها وانا فيها بقى. يعني انت عندك حد من العيله بيمارس الرياضه دي؟ قبليه لا، بس اخواتي دلوقتي بيلعبوا. بعديكي بقى؟ بس قبليه ما كانش في حد خالص. اصل عاده الاختيارات البنوتاتي لممارسه الرياضه بتكون مختلفه شويه. انا كنت بلعب جمباز، فيعني من جمباز لتايكوندو دي في حد ذاتها. لا بلعب. في بنات كتير بيلعبوا جمباز، قصدي اقول لك الرياضات اللي هي القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس بقت مؤخرا بقينا نشوف بنات كتير بيمارسوها، بس قبل كده كان على استحياء. هي بس مش عارفه، هو في ناس تقعد تقول لي انت بنت وبتلعبي تايكوندو ازاي مش عارفه ايه كده، بس لا يعني بجد الموضوع مش يعني في التمرين حاجه وبره التمرين حاجه تانية. لا في التمرين لا، بيبقى الموضوع انا داخله العب فايت، فيعني خلاص بقى يعني ينتي في الملعب. انما بره التمرين لا عادي خلاص، يعني احنا اصحاب وبنرجع بنات تاني عادي مفيش مشكله. حلوه بنرجع بنات تاني. طيب انت بالنسبه لك بقى ايه اللي وداك سكه السلاح الشمس دي؟ يعني سكه كليشيه شويه، هو انا ما كنتش اعرف حاجه عن السلاح، بس انا كان عاجبني فكره السلاح ذات نفسه. انا كنت بقعد اعمل سيوف بالورق وانا صغير. الله الله، وزمايل صحابك الفصل. وبعدين وصلت لنقطه ان انا هل في حاجه زي دي موجوده؟ فصدفه انا كنت قاعد بتفرج على فيلم تقريبا مش فاكر، بس هو فيلم قديم كلاسيكس بقى الانجليش دي. حاجات فلقيتهم بيبارزوا بعض، اللي هم لابسين الابيض والسلاح والماسك. انا اللي هو انا وقفت كده، انا صرخت بقى، قلت لماما ماما هو ده، هو ده اللي انا قاعد بحلم بيه، انا عايز العبه. فاحنا هم فهموا الفكره بتاعتي، واحنا كان في قريبنا اسمه كابتن ميمي، هو السلاح 3 حاجات، فهو كان بيلعب بيمرن ايبي، فاحنا رحنا له وفي نادي سلاح سكندري. هم ايه 3 حاجات بالمره عشان برضو نعرف الناس، يعني الشيء بالشيء يوصل؟ ماشي، هما 3 انواع، ايبي فلوري صبر. كل واحد ليه تكنيك مختلف وليه تارجتس مختلفه. الايبي مثلا حتى السلاح ذات نفسه مختلف، البي بيلعب على الجسم كله. الفويل بيلعب على الابر بادي بس من غير الدراعات. اوكي، والنقطه بتتحسب باللمسه اظن، ده اللي بيبقى فيه متوصلين بكابل كلهم معين. متوصلين. أوكي. عشان هو بيبقى فيه الكترونكس واللمسه تظهر تبان. أوكي. على الجهاز انها بتنور. ايوه طبعا. الصبر يلعب على الابر بادي كله، بالدراعات بالماسك بالظهر كل حاجه. طب انا عايز اتعرف بقى على خلفيتكم الدراسيه والاكاديميه، يعني انتوا حاليا في سنه ايه؟ بتدرسوا ايه؟ انا في كليه هندسه اولى، لسه سنه اولى. الله، هو واحده من كليات القمه يا حضرات، وهندسه صعبه وعايزه مذاكره وبسم الله ما شاء الله عارفه توازن ما بين الاثنين، ولا مش عارفه قوي؟ طب لا عارفه، بدل ما اعرضها في لا عارفه عشان ما يبقاش شكلي وحش قدام الناس، متفوقه ومشرفانا. الحمد لله. لا يعني هو الدراسة مع الرياضة يعني هي بتبقى فعلا تشالنجينج قوي.
بس الموضوع انا يعني بحاول ان انا هندله صح. يعني انا مثلا في ثالثه ثانوي انا ما وقفتش تمرين خالص لان انا كان عندي بطولات. طب اهل بيتك بقى يعني الوالد والوالده وكده؟ لا بصراحه. انت عندك مذاكره؟ ده انت عندك شهاده؟ لا لا لا، كانوا سبورترز قوي في حوار الرياضه. لا لا بجد قوي. وانا كمان الرياضه عندي بتبقى مرتبطه بموازين وتخسيس وبقى ضغط نفسي فظيع. لا هم فعلا بيسبورت قوي الموضوع ده، مش ضدي في الرياضه خالص، بل بالعكس بيشجعوا الرياضه ساعات اكتر من الدراسه. يعني اللي هو لا عندي مثلا مذاكره، طب والتمرين كده. هندسه بالذات في عين الاب والام يعني يبقوا حاطين ايديهم على قلبهم، لان هم عارفين ان هي يعني الدراسه فيها مش سهله. ففكره ان هم يعوموا على عومك، بس على فكره ده اكيد برضو مش من فراغ، اكيد هم شافوا ان انت عارفه توازني فعلا ما بين الاثنين. ما هو فعلا كان الموضوع اول 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 حاجه واجهتها كانت ثانويه عامه. كان انا وقفت تمرين قبل الامتحانات بشهر. انا كنت بتمرن كل يوم، فانا كنت فعلا مضيعه وقتي في التمرين كله. كان عامل ازاي ما بين المدرسه وما بين كنت الدروس؟ بصحى بدري قوي وما كنتش بنام غير 4 ساعات. كنت بصحى بدري جدا، يعني مثلا اصحى الساعه 6 الفجر، اقوم وابدا اذاكر. مثلا يبقى عندي تمرين مثلا على الساعه 7، عندي درس الساعه 12، اروح الدرس واجي اكمل مذاكره وبعد كده اجي التمرين. وفلوب بقى كده. لا كان الموضوع ضغط جدا، وفكرت ان انا اوقف تمرين في النص وحاجات كده. بس لا يعني الموضوع كان فعلا حاجه كويسه في الاخر ان انا ما قطعتش التمرين. ووجدت ان انا بسبب ضغطه التمارين دي انا فعلا عارفه اصد في الكليه. يعني انا الكليه فعلا صعبه وفيها كنت طول الوقت اساينمنتس وحاجات كده، بس انا بالنسبه لي الموضوع مش هيبقى اصعب من اللي عديته. يعني خلاص اتعودت. انت الدنيا ظابطه معاك برضو في الاطار ده؟ كله يعني هو قصه. انت دراستك ايه مبدئيا؟ انا صيدله سنه اولى. صيدله؟ ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا مختلف تماما. انا اول كلمه اتقالت لي من ماما، يعني بابا اللي كان سبورتيف، ماما احنا كل العدد ده كوم وثالثه ثانوي ستوب. يعني اول حاجه اتقالت لي انت هتوقف تمرين. طبعا قلت لا مش هينفع، ان انا كان عندي تارجتس كتير حطيتها السنه دي، فهو السيزون كان مهم بالنسبه لي وكنت ببص على بطوله العالم. فماما ما ينفعش. الوالد كان داعم بس. الوالد قوي زي يعني بس بس دايما كنت محطوط في ضغط كبير جدا طول الوقت. وانا يعني يعتبر مش مثال يحتذى بيه في الدراسه، بس انا يعني عملتها في الاخر. انا كنت واخدها تحدي ما بيني وبين اهلي وبين كل اللي حواليا. لا وما شاء الله، بس يعني انت دخلت كليه صيدله اللي برضه عايزه يعني مجموع عالي، معنى كده ان انت كنت متفوق برضه في الثانويه العامه. هو انا عايز اقول لحضرتك ان انا يومي بالظبط، انا تقريبا قعدت 3 شهور بره مصر. بره مصر اصلا. ده عشان البطولات. بطولات ما بين يعني. بطولات ومعسكرات بره. ده وقت الثانويه العامه. ده في ثانويه عامه. انا ثانويه عامه في ثانويه عامه. ده غير ان انا كنت قاعد في القاهره يعني نص طول الوقت. طول الوقت انا قاعد في القاهره، انا بتمرن في القاهره، منتخب في القاهره. وبرضه برغم اللي انت بتقوله ده، يعني عرفت ازاي توزن ما بين ده وده وتجيب مجموع عالي يدخلك كليه صيدله في نهايه الامر؟ هقول لحضرتك، هو انا يعني كنت بذاكر نوعا ما، انا كنت دروسي كلها اونلاين. ده اتفقت عليه عشان اعرف اوزن ما بين الاثنين، فانا مش هعرف يبقى عندي درس وابقى قاعد في القاهره في نفس الوقت، فكله اونلاين. فانا بذاكر الاونلاين وبتمرن. يعني طبعا في دروبس كتير حصلت وفي مواد كتير كنت بوقعها وكده، وخناقات كتير في البيت بسبب الحوار ده. يعني اكيد الوالده ما سبتش. ده لا ده كتير جدا. ثانويه عامه وطير لي بره 3 طرق. والله طبعا. فكان موضوع صعب بالنسبه لي، انا كنت محطوط في ضغط كبير جدا. بس انت حاليا في الجامعه ماشي حالك برضه؟ انا الحمد لله زي الفل. يعني زي ما انت بتقولي يا فادي، اصل انتوا عملتوا الاصعب نسبيا، يعني عديتوا بالاصعب. يعني فبالتالي بجد اي حاجه ثانيه ممكن يبقى موضوع عادي. ضغط عادي مش مشكله. مش طب انتوا بعد التخرج ان شاء الله بتفكري ان انت تشتغلي في الهندسه، وانت كمان بتفكر تشتغل في المجال اللي انت بتدرسه الصيدله؟ أكيد طبعا. ولا بتفكروا ان انتوا تكملوا وتحترفوا في المجال الرياضي حتى تمتهنوا الرياضه؟ هو انا بالنسبه لي هو الدراسه فعلا رقم واحد. اصلا يعني هيجي عليا وقت فعلا هبطل تمرين خلاص. فا اوكي انا عايزه ابقى كابتن وده تارجت عندي. وغير كده انا ما فكرتش ان انا ببطل تمرين في الفتره يعني مثلا يعني لا لسه شويه. انا بحب التايكوندو حرفيا. التايكوندو روتين في حياتي، انا مش هقدر اسيبه دلوقتي. فهي الدراسه الاول. يعني تعالي نقول ان انت بكره بعد الظهر ان شاء الله اتخرجتي. تمام. بعد بكره بقى هتعملي ايه؟ لا هشتغل بالهندسه. اوكي. وفي نفس الوقت هتكملي برضو في عالم التمرين. بتمرن وبطلع بطولات. لغايه لما توصلي لمرحله ان ما ينفعش، يعني انت بتقولي لغايه ليميت معين
خلاص يعني هلاقي نفسي انه خلاص انا فعلا التمرين خلاص بقت يعني انا كبرت، فخلاص نشوف بقى فكره ان انا ممكن ابقى حكم، ابقى مدربه، بس انا مش هسيب السؤال ان انت تكملي في نفس الكارير ولا هتشتغلي باشمهندسه؟ الاثنين، انا ممكن الاثنين عادي. اوكي والله باللي انتوا عملتوه يا شباب تقدروا تعملوا اي حاجتين مع بعض عادي. اكيد طبعا. طب انت بالنسبه لك ناوي على ايه؟ كشغل بقى وكمستقبل وبتخطط للي جاي ازاي؟ انا عن نفسي انا شايف ان انا همشي في الاثنين، سواء انا كملت في كلاعب او بطلت كلاعب وهبقى مدرب. ان انا السلاح قعد مده كبيره هو حياتي انا. هل السلاح زي التايكوندو برضو في مرحله سنيه معينه يفضل ان انت ما تكملش ولا ما فيهوش الحته دي؟ يعني هو ممكن نقول ان الواحد بيبتدي الموضوع يبقى صعب لما في مرحله سن العمومي، لو احنا مثلا يبقى عندك 25 26 سنه، فانت خلاص خلصت كليه وشغال ويبقى عندك تمرين وبطولات، فالموضوع يبقى صعب في الوقت ده. انما طول الوقت اللي احنا فيه ده اللي هو مرحله الشباب والصغار دي احنا مفيش مشكله. انا طبعا مش هحاول اسالكم بشكل فردي عن كل ميداليه لان الحكايه دي عايزه لها 3 4 ايام نقعد فيهم مع بعض، بس بشكل عام يعني ادينا كده ملخص للميداليات اللي انت فزتي بيها حتى هذه اللحظه، يعني اللي انت جايبه يعني معاكي جزء منها. انا اول بطوله خالص لعبتها كانت اسكندريات، جبت فيها ثالث. بعد كده دي كنت لسه بقى يعني كان مثلا بعد ما دخلت بست شهور حاجه كده. انا كنت حباه قوي بجد، يعني انا كنت فعلا. وثالث بقى دي انا قعدت اعيط في البيت وازاي. كان الموضوع صعب جدا. بعد كده تاني بطوله جبت اول جمهوريه. بعد كده هو الموضوع طويل، انا بحاول افتكر الحاجات الهايلايتس قوي. في بقى في مره جبت تاني، بعد كده كلهم جمهوريات بقى، مره تاني، مره تالت، في بطوله المدارس دي جبت فيها تالت، اخر حاجه بطوله الجامعات اللي هي كانت من اسبوعين دي جبت فيها اول. ده بس في حاجات بقى في النص بس انا حقيقي مش قادره افتكر يعني. بس كده. بس انت ما اشتركتيش في بطولات بره مصر؟ لا، في ايه بطوله، كان في بطوله دوليه دي انا ما عرفتش في الثلاثه الاوائل بس اتصنفت الخامس دولي. قبل كده ما جاتش فرصه ان انا يعني ازنق نفسي كمان ان انا اتدرب لبطوله دولي يعني. هل كان بالنسبه لي الموضوع اللي جايه من المتوقع ان انت تشاركي في بطوله معينه لما تحكي لنا عليها كده ان شاء الله؟ هي في على حسب ما تنزل الجدول نفسه، على حسب ما ينزل يعني. هي كانت في اخر حاجه دي كانت بطوله مصر المفتوحه، دي كانت اخر حاجه قريبه. في بقى لما ينزل السيزون الجديد، بس هو بينزل بعد بطوله الجمهوريه الجايه اللي هي مثلا تبقى في شهر 7 الجاي، شهر 6 او كده، هينزلوا جدول تاني. وبس اللي عايز بيشوفوا بيصفوا بيشتركوا تمام. فان شاء الله يعني لما ينزلوا الجدول انا موجوده. انت بقى خدت التجربه بتاعه البطولات الدوليه ولا برضو لا؟ لا خدت كتير. في لقب افريقي كمان، ميداليه افريقيه. مظبوط. كلمنا كده برضو عن مشاركاتك سواء جوه او بره مصر. انا في انا وانا صغير كانت اول ميداليه ليا كانت برونزيه برضو، وانا تقريبا في عشق مع البرونزيه عشان انا اغلب ميدالياتي برونزيه كلها. وبعدين طبعا احنا صغيرين ما انت مش بايدك حاجه، انت بتلعب وبيبقى انت وحظك. ففي دروبس كتير وبعدين بتجيب ميداليات كتير. وفي فتره انا عليت فيها الحمد لله وخدت اول 3 مرات ورا بعض نفس في المحل. ابتديت من النقطه دي ابتديت مشوار الدولي بقى. كانت اول بطوله ليا في افريقيا في الجزائر، كنت طفل تقريبا عندي 13 سنه 14 سنه. دي حاجه تخض قوي. دي حاجه تخض ان انا بقى. انا طلعت شفت الدنيا واول بطوله وطياره وناس كبيره لقيت ايه بقى يعني لما قعدت تتامل كده الاجواء المحيطه لقيت ايه؟ ايه اكتر حاجات خضتك؟ اكتر حاجه خضتني طبعا اول حاجه مثلا في اللعب، ان تلاقي اختلاف ان مش في حكام انت مش عارفها مثلا. في لعيبه انت ما تعرفهاش عمرك ما شفتها، فبالتالي مش عارف مدى قوتهم. يعني انت نزلت طبعا كان توتر كبير ان انا يعني احنا مثلا في مصر بتلعب في ناس انت شفتها قبل كده ولعبتها قبل كده عارف لعبك وعارف مستوياتهم وقدراتهم. بالظبط. انت نازل كانك نقطه في بحر، انت مش عارف حاجه. كل في دماغك ان انا هحاول العب واركز ان انا اكسب ان شاء الله. والبطوله دي انا كنت نازل تحت 15 وعندي 13 سنه. اوكي. فانا جبت ثالث في البطوله دي، انا كان بالنسبه لي فرحه كبيره. فانا ثالث افريقيا واول بطوله ليا. عظم. بعدين لعبت واول مشاركه دوليه ليك فعظم. لا وفي نفس البطوله لعبت تحت 15 وتحت 17. اوكي. يعني نزلت تحت 17. مش يعني دي سن اكبر مني بكتير.
مش دماغي، بس وصلت انا دور الاربعه وجبت برونزيه برضه، فكانت البطوله. عندك بطوله برضه ثانيه قريب بتستعد لها الفتره دي؟ هو انا السيزون ده انا واخده اوف، بس السيزون ده قرب يخلص خلاص، هو يعني على شهر 4 يكون خلص، فلسه السيزون اللي جاي ان شاء الله انا عندي تارجتس جديده وهيبدا من شهر 10، بس لسه بقى نخلص الفتره اللي انا فيها دي بتاعه الاوف ونحط مايند سيت حلوه كده على خير يا رب. على إن شاء خير الله. ان شاء الله. طيب فرصه بقى كبيره وانتم منورين كده شاشه قناه الاهلي، وما فيش شك ان انتم كل واحد فيكم فيه في حياته شخص او اكتر يستحق ان يتقال له شكرا بعد اللي انتم حققتوه، بعد النجاحات دي وبعد الميداليات دي وبعد الانجازات دي، اكيد في اشخاص بعينهم يستحقوا منكم كلمه تقدير وشكر وعرفان، تقوليها لمين؟ لماما وبابا بجد، ماما وبابا تعبوا معايا جامد قوي. زي ما قلت لحضرتك في الاول، هي لعبه نفسي اكتر ما تكون ك فيزيكال يعني. فالميزان والحاجات دي انا ببقى فيها في ساعتها ببقى حالتي النفسيه بشعه بشعه يعني بطريقه مش طبيعيه. هم بيفضلوا ورايا ويشجعوني. ناس كتير شفتها لا خلاص انت حالتك صعبه سيبك من البطوله دي ما اعرفش ايه ركزي في دراستك، لا بابا وماما لا مؤمنين بيكي جدا. جدا جدا يعني، لا بيشجعوني قوي، ولما لو مثلا خسرت مثلا الموضوع بيبقى في البيت عندنا فظيع ازاي وكده. بس لا انا بجد بقول لهم شكرا ان هم لحد دلوقتي فضلوا ورايا ومكملين يعني، ولسه مكملين هم لحد دلوقتي. وانت بالنسبه لك بقى هتشكر الوالد وتكتفي بان انت تمسي على الوالده؟ قلت لك ان هي كانت معارضه في وقت من الاوقات. لا بس برضه امنا في الاخر هنعمل ايه؟ لا لا والله يعني هم تعبوا معايا جامد. اكيد اكيد طبعا وبجد طبعا. تحيه ليهم طبعا. يعني مهما حاولت اشكر فيهم مش هقدر. بجد يعني انا مش عارف من غيرهم ولا حاجه. ان انا يعني واحد يعني طفل ما عندوش اي حاجه. ربنا يخليك ليهم ويفرحهم بيكي يا رب ان شاء الله، وتعيشي وتسعديهم لان هم يستحقوا فعلا يعني السعاده اللي انتوا بتجيبوها لهم مع كل بطوله بتشاركوا فيها. يا رب يا رب. بتحلمي بايه؟ مش عارفه يعني من ناحيه ايه بالظبط، سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الرياضي. على المستوى الرياضي ان انا فعلا فعلا ليا تارجتس ناس معينه نفسي اطلع العب معاها دولي وعالم فعلا يعني. الموضوع بجد نفسي اقف قدامهم والعبهم اشوف هم عاملين ازاي. ده بجد تارجت كبير قوي بالنسبه لي. مستواي الشخصي بقى ان انا يعني انا بحب الهندسه، ولما اتخصص ان شاء الله في المجال يعني ان شاء الله ناوي اعمل فيه حاجه كويسه يعني. عايزه تتخصصي ميكاترونكس. بس لسه ميكاترونكس. اوكي. بس لسه ما اللي هي ازاي يعني؟ بتبقى حاجات تبع الارتفيشال انتليجنس الروبوتكس والحاجات دي. فانا بحب الحاجات دي. فانا يعني لما اتخصص فيها ان شاء الله هكون هعمل فيها حاجه كويسه ان شاء الله. انت بالنسبه لك بقى ايه الوضع؟ الوضع يعني احلامك رايحه لفين؟ احلامي هو انا من وانا صغير اول ما بدات السلاح انا حطيت احلام كتير طبعا. انا يعني الحمد لله حققت حاجات كتير جدا وانا فرحان جدا ان انا في احلام طفوليه حققتها. مع الوقت الاحلام بتكبر والسقف بيعلى. مظبوط. هو دلوقتي السقف اللي انا حاطه ليا تبقى بطوله عالم ان شاء الله. يعني انا من وانا صغير بصيت ان انا اجيب ميداليه في المحلي. طبعا. بعد ما جبت ميداليه ان انا بقى بطل مصر. وصلت انا بطل مصر. بقيت فكرت ان انا بقى في افريقيا وبطولات عالم، بقيت بطل افريقيا يعني. فانا كل خطوه بحقق حاجه كنت حاططها وانا صغير. جميل. ربنا يعين. وصلنا لاوروبا يعني جميل. مش افريقيا. عندكم اي مشاكل مع الاتحادات؟ لا ما واجهتش مشكله. ما انت اتخضيتي كده. لا لا بس بحاول افتكر. بس لا حاجه كده فكي كده وخدي راحتك. لا لا ما واجهتش. وشها جاب الوان وشها جاب الوان. لا لا ده يكون عندك مشاكل وبتخضي عليه. لا 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 لو في حقول يعني. يعني فعلا كل الحاجات المطلوبه كل الدعم المطلوب متحقق من خلال الاتحاد المصري للتايكوندو. لا ما واجهتش معايا مشكله بصراحه خالص يعني. مش كويس. دي حاجه عظيمه. ما بينتج عن ده نجاحات وانجازات وبطولات يعني. حاجه كويس. طيب بالنسبه لسلاح الشيش؟ لا طبعا احنا مجهود جبار معمول من الاتحاد المصري للسلاح. برضه الرياضه بتاعتكم ليها برضه متطلبات خاصه، ملابس خاصه، معدات خاصه. مظبوط. مش اي حد يقدر يجيبها على حسابه الشخصي. مظبوط طبعا. احنا بيوفروا لنا كل حاجه، كل ما يمكن بيعملوا لنا. احنا يعني بيهتموا من الصغير للكبير. كميه البطولات الدوليه اللي بنلعبوها ومعسكرات من فريق السينيورز اللي هم الكبار تحت 20 سنه تحت 17، كل حد بياخد فرصته. اوكي. بيوفروا لنا كل حاجه. طب انا عايز اطلب منك طلب، عايز اسمع منك كلمه او رساله تبعتها
للاهالي بصفه خاصه، اللي مثلا لو اهل او اسره عندهم ابن راح لهم قال لهم انا عايز العب سلاح وسلاح الشيش تحديدا، فالاب والام بصوا لبعض واستغربوا وقال لك ايش معنى يعني؟ طب ما تلعب كوره. انت عارف دلوقتي طبعا كل الاهالي نفسهم ولاده بيبقوا محمد صلاح تحديدا، مش مجرد لعيب الكوره وسلاح، محمد صلاح، فاهم ازاي؟ فتقول لهم ايه الاهالي اللي ممكن تبقى مستغربه قوي او متردده في فكره ان هم يخلوا ولادهم يمارسوا الرياضه دي، تقول لهم ايه؟ هقول ان لعبه الفردي اهم بكتير جدا من الجماعي، ان الفردي بيغير شخصيه الواحد تماما. ازاي؟ هيخليك ان انت المسؤول، ثقه بالناس، انت المسؤول عن كل حاجه، انت مسؤول عن تمرينك، مسؤول عن ادائك في البطوله، لو انت كسبت فانت اللي كسبت، لو خسرت انا اللي خسرت، مش هتعرف تلوم حد، فبتخليك دايما انت عندك حته تنافس، انت لما بتخسر بتشوف اللي حواليك، يعني احنا مش فريق خسرنا، فانت بتبقى عندك دايما حته الدافع ان انا عايز انجح، عايز اكسب، عايز اوصل. ده لازم نبص للفردي، سيبك من حته الجماعي واللعب المشهوره، احنا مش ده اللي هنكسبه، مش هنستفيد حاجه من الحاجات المشهوره. هو كل نوع الحقيقه ليه مميزاته، يعني في مثلا اطفال معين، بتكلم على سن الاطفال، يعني في اطفال بيبقى النصيحه اللي بتتقال لهم ومن ناس متخصصه، لا خلوا ابنكم يلعب لعبه جماعيه، لان هو عنده مثلا مشكله في التواصل مع اللي حواليه، عنده شويه ثقه في النفس مهزوزه، يعني الفردي اكيد ليه مميزات، واكيد برضو الرياضات الجماعيه ليها مميزات. طب انت بالنسبه لك بقى تقولي ايه رساله لكل اب وام بيقول لبنتهم اللي راحت لهم بتقول لهم انا عايز العب تايكوندو، فيقولوا لها يا بنتي ضوافرك لا تتكسري مننا، طب ما تلعبي رياضه ثانيه تكون اقل عنفا، تقولي لهم ايه؟ هي التايكوندو هو زي ما قال فعلا، هو خلاني بني ادم مسؤوله، يعني كل البنات اللي في سني فكره المسؤوليه اللي عندي مش ممكن ما تكونش متوفره قوي في عندهم دلوقتي، وغير كده التايكوندو لعبه ذكاء، يعني انا مش ضربه بس، هو انا ببقى واقفه مثلا طول الدقيقتين بتاعه الجوله، ذكاء وسرعه وسرعه رد فعل، لا يعني لازم اكون مركزه طول، لو فلتت ثانيه في الدقيقه انا ممكن اخسر الماتش كله فعلا، فهي بتبقى بتنمي التركيز والذكاء وضغط، طبعا هي لعبه ضغط بجد، ضغط نفسي وضغط في التمرين وضغط من كله، بس هي في الاول في الاخر بتعود على الشخصيه، ان انا بقيت شخصيه مسؤوله بتحمل الضغط. وعلى فكره التايكوندو مش شرط ان عشان انا بلعب لوحدي فاحنا خلاص انا فردي وخلاص، لا بالعكس، روح الفريق بتفرق كتير جدا، يعني احنا فريق عندي في النادي، لا احنا كلنا مع بعض بنشجع بعض، حتى لو احنا في موازين مختلفة او كده، لا احنا مع بعض يعني سبورترز لبعض. مفيش مرة في حياتك الشخصية احتاجتي ان انت تعملي حركتين من بتوع التايكوندو في موقف ما تعرضتي؟ والله في ناس بتعصبني، بس انا يعني واخدة وعد مع نفسي ان انا مش هستخدم التايكوندو بره الملعب بجد. أصيلة. بس في ناس فعلا اللي هو ببقى واقفة اللي هو كفايه بجد. انتوا نورتوني وشرفتوني بجد، حاجه تفرح جدا لما نشوف شباب زي الورد وناجحين على الصعيدين الدراسي والاكاديمي وكمان الرياضي، ومش مجرد نجاح كده على استحياء، اللي احنا بنتكلم في حضراتكم شفتوا معانا في اكتر من لقطه كم الميداليات، واكيد انا متاكد ان هم دي مش كل الميداليات، ده هم جابوا معاهم ما تيسر فقط من الميداليات. نورتوني وشرفتوني وبتمنى لكم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا. شكرا. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى نستقبل تاني ضيوفنا في تاني فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.